انضم الينا من الرياض المؤثر والمهتم بالتقنيه فيصل السيف. يسعد صباحك يا فيصل، منورنا دائما. فيصل، ايلون ماسك رئيس شركه تسلا للسيارات الكهربائيه، رجل عام 2021 او شخصيه العام لقيادته التحولات الاكثر جراه وتاثيرا على المجتمع، انت مع هذا الاختيار؟ نوعا ما، وصباحكم الله بالخير وعسى يومكم خير وبركه، فنوعا ما نعم مع هذا الاختيار. فأنا بالفعل في أشياء قدمها للمجال العلمي والبحثي أشياء جداً عظيمة تعتبر إنجازات في عام 2021. مثلاً وتكلمنا على أنه فعلياً ناسا غيرت من مبادئ الإطلاق المعروفة في الطائرات الصواريخ إلى النوع، هذا شهر أبريل صار، إلى النوع اللي استخدمه إيلون ماسك واللي ابتكره، بحيث أن الصاروخ لما يطلع ما هو على طول يروح في البحر بعد ما يعطي الرأس الأساسي ويصير يروح في الفضاء، لا، نفس قاعدة الصاروخ تقدر ترجع وتهبط على الأرض. ما قد شفنا شيء زي كذا، بل أنه حكومة رسمية بقطاع كامل تتبنى هذا الأمر وتقول هذا الأمر الأساسي لي. أضيفه إلى ذلك في شهر سبتمبر لما طلع ناس على مدنيين على الفضاء، أول رحلة لمدنيين صار بالضبط، يعني الأشياء دي ما قد صارت في كوكبنا، فبالتالي بالفعل له أثر الإيجابي على المساحة سيد فيصل. التغيير بحسب المجلة شخصية العام هي الشخص الأكثر تأثيرا هذا العام، وقد يكون سلبي أو إيجابي. أين أخطأ ماسك في عام 2021؟ يعني أكثر تأثيراً أكثر تخبيصاً، كلها تصير مع بعض أو اتزان مع بعض. أنت حكيت على الإيجابي بالبداية، اليوم أين أخطأ؟ وين غلط؟ يعني لما حمل الناس أنه أعطاهم الأمل في مسألة العملات الرقمية وأنهم نعم استثمروا فيها، في ناس كمان خسروا أموال كثيرة. أيضاً لما قاعد يعطي تنبؤات عن البيوت ونبيع البيوت واستثمروا في أشياء أخرى غير هذه الأمور، فلغة التعميم ما أشوفها أبداً لغة حسنة في شخص قاعد يعيش هذا الثراء في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم ويطبق أوامره وينصح بما هو عايشه للكوكب كله، كل اللي موجودين في العالم. وعلى فكرة يعني هو لقب بملك الإثارة بعام 2021، لأنه خصوصا على تويتر كل تغريداته مثيرة للجدل وكانت تتأثر على أسواق المال العالمية. وعنده يا فيصل 66 مليون متابع، يعني من الناحية التقنية هكذا ناس مؤثرين إلى بالفعل تأثر على الناس اللي تتابعها، شفناها في البيتكوين بشكل جدا قوي. بل أيضا لو أخذنا مجال ثاني في الأمن السبراني، إيلون ماسك كاسم يستخدم كأحد الأسماء الأساسية في محاولة جذب الناس للتصيد الإلكتروني. تخيلوا إلى الدرجة وصل الآدمي أنه اسمه بحد ذاته وسيلة للتصيد الإلكتروني مع كثير من الناس في المساحة السبرانية. طب إيش اللي خلى إيلون ماسك ينجح في أنه يطور شركة تسلا وترجع لأعلى قيمة للسيارات في العالم وشركة الفضاء سبيس إكس؟ جميل جدا سؤالك، لأن أنت ذكرتي في السؤال شركتين، وفي شركات كثيرة زي The Boring Company الحافرة اللي قاعدين يسووا فيها المترو اللي تحت الأرض في بعض المدن الولايات المتحدة الأمريكية، في أكثر من شركة ثانية تنتج بعض المعدات في شراكات له، فالشركتين اللي أنت ذكرتيها هي الأكثر نجاحا. فالآدمي نعم له نجاحات، ولكن في شركات كثيرة تعاني عنده من مسألة النجاح أو تحقيق فوز أو تحقيق الوعود اللي سواها، الشاحنة اللي وعد فيها علشان تكون هي شاحنة تسلا القادمة ما ضبطت إلى الحين، قبل يومين تسربت لها صور مع تغييرات أصلاً غير المعلن عنها. فبالتالي الآدمي قاعد يعطي الكثير من الوعود، الكثير من الأشياء، حتى بده يوصل المريخ، يعني وعد يستعمر المريخ بآخر تصريحاته، يعني ما بنعرف للسنين الجاي. على كل حال شكراً جزيلاً لك من الرياض المؤثر والمهتم. شكراً يا فيصل.